قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن القطاع شهد 3400 مجزرة على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأشارت السلطات إلى تسجيل 16000 طفل شهيد منذ بداية العدوان، وأن هناك أكثر من سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات، ولفتت إلى وجود 91000 جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل، منهم 25000 يحتاجون للعلاج خارج القطاع. وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابة 92240 منذ 7 أكتوبر.